لما حاور أبو المعالي الجويني الهمداني في عرفات وقال له: كيف استوى الرحمن على العرش؟ فقال: دعنا من هذا يا أبا المعالي، لكن ما رأيك؟ وهو يريد أبو المعالي أن ينفي صفة العلو لله عز وجل. فقال: دعنا من هذا، فماذا تقول في العبد إذا دعا الله عز وجل قلبه يتجه إلى العلو قبل أن ترتفع يداه؟ فأطرق برأسه وضرب برأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني.